السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم قناة يوميات المفاجأة. فين احنا كده وفين جولتنا؟ احنا الأول كده في محافظة اسكندرية في شارع البطاش الرئيسي في العجمي طبعا، وادي كده مسجد الحديد والصلب في وشي. فين جولتنا النهارده؟ النهارده كده جولتنا في شارع البان جادو أو مسجد الحمد. فين ده؟ هوريهولكوا دلوقتي في البطاش الرئيسي. أنا بس كنت بوريكوا إن ظهري كده يبقى أول شارع البطاش او مسجد الحديد والصلب. كنت بوريكوا ظهري فين كده. حلواني اللي وراه، نمشي كده مع بعض. الشارع ده بقى معروف كده بألبان جادو، شارع البان جادو او شارع مسجد الحمد، علشان اوله البان جادو. وفي برضو مسجد الحمد. جولة اتطلبت. الشارع هلاقيه في بدايته كده دخلة صغيرة، مدخل صغير، لكن هو الشارع واسع من جوه. وعلى اوله كمان هيبقى مجوهرات الفردوس او الفردوس كده. اهو ادي كده الشارع على يميني، ندخل كده بسم الله. وهيبقى كمان على اوله كده لو دخلنا شمال هيبقى مسجد الصفا. لو دخلنا المدخل ده كده شمال اسفة، معهد الصفا داخلة. دي كده تجي كده بسم الله، ده المدخل الصغير اللي بقولك عليه. وبعد كده زي ما شايفين بصوا الشارع واسع ازاي. قلت لكم ان الشارع معروف هنا كده في البان جادو او اللي هو مسجد الحمد، علشان في مسجد الحمد اول معروف بألبان جادو، لان اوله ألبان جادو معروف طبعا في شارع البطاش. ممكن الشارع يبقى ليه اسم تاني بس هو معروف هنا كده. واللي طلب الجولة قال لي شارع ألبان جادو. حتى الشارع برضو شارع البان جادو، انا اعرف ان في البان جادو، عارفه ان هي في البطاش وكده، لكن ان شارع البان جادو ما اعرفش بصراحه ايه ان الشارع كده على اسمه، لكن لقيت ان هو معروف اصلا بكده، يعني عارفينه اصلا يعني كده. الشارع اللي جاي ده على يمين هيبقى شارع الشهيد ماجد المصري. الشارع ده كده احنا هنكمل كده عشان نشوف هنطلع على فين. كمل كده معاكم نشوف ان انا هطلع على فين. حسب بقى ايه ما هنطلع كده. انا طبعا عارفه بس هوريكم هطلع على فين. الشارع اللي جاي ده من الشوارع المحفوظه بالنسبه لي بصراحه. شايفين كده الشارع ما شاء الله واسع ازاي. طبعا بيبقى ظهري البطاش الرئيسي، بطلع بقى على شارع الحي كده. خليها كده جولة جايبة شوارع البطاش الجميلة من جوه. وشارع صابرين طبعا او صيدلية صابرين معروف برضو بشارع صيدلية صابرين. خلينا ندخل كده، بدخل لكم الشوارع اول مرة بندخلها مع بعض. شوارع بصوا جميلة وهادية في نفس الوقت، برضو موجود فيها ايه كل حاجة. مش معنى ان هادية ان هي ما فيهاش حاجة.
لما انت بقى من اي شارع من ناحية الشمال كده نقعد نطلع على البطاش الرئيسي. تمام كده. بس كده. اي شارع ان انا ادخله من ناحية الشمال ويطلعني كده على البطاش الرئيسي. كده جبت لكم الشارع وجبت لكم كمان الشوارع المحيطة بيه. تمام يلا بينا نطلع كده. كده احنا في شارع صابرين وهنطلع منه على البطاش الرئيسي. الشارع ده كده في اخره اللي هو ظهري يوديني على الصحه. انا برضو دخلت لكم فيه قبل كده، انا عايزه ادخلكم من شوارع ما دخلناش قبل كده، هندخل من هنا ما دخلناش هنا قبل كده، لكن الشارع ده بيطلعني على البطاش الرئيسي. عامل لكم فيه جوله قبل كده اللي حابب يتفرج عليها، اللي هو شارع مسجد اسفه شارع صيدليه صابرين. معلش بقى الشمس والحر. في الاخر كده مساحه خضراء عفوا بصوا كده. تعالوا ندخل برضو من هنا، ما دخلناش برضو هنا قبل كده، وبنحاول ان احنا ندخل من اماكن ما دخلناهاش برضو ايه قبل كده. وكده بنبقى ماشيين في شوارع البطاش الداخليه بس اللي من ناحيه اليمين، اللي هي لان الجنب اليمين في البطاش بيبقى طبعا عملنا جولات كتيره قوي فين في شوارع البطاش الداخليه بس من ناحيه الشمال اللي هو من عند الحي والبرنسيسه وعين شمس وعبد الفتاح الطلخاوي وي وي وي، عملنا كتير قوي من ناحيه الشمال. فالنهارده كده بيعتبر اول مره ان احنا نعمل من ناحيه اليمين. الشوارع دي برضو كده بتطلعني على مستشفى العوضي، يعني محيط مستشفى العوضي. بس زي ما شايفين كده هادي خالص. وانا كمان عماله ادخل لكم في شوارع ما دخلتهاش قبل كده، لان معظم الشوارع هنا عامله فيها جولات فدخلت فيها. فانا كده النهارده بالجوله دي بدخل لكم كمان في شوارع ما دخلتش فيها قبل كده. ولما باجي بعمل جوله ما بعملش الشارع المطلوب بس، بحاول كمان ان انا اجيب منه شوارع جانبيه. وشوارع ما دخلتهاش برضو قبل كده. عفوا بقى الحر وكده. كده انا بطلع على البطاش الرئيسي في وشي اهو كده البطاش الرئيسي. هحاول برضو اعمل لكم جولة عشان اتطلبت مني البطاش جوه خالص في شوارع البطاش الداخلية من ناحية اليمين بس جوه خالص، اللي هي قبل ما ندخل شهر العسل وكده. وبرضو اتطلب مني شوارع شهر العسل، عارفة هعملها لكم برضو ان شاء الله. طلعنا طلعوي. بص احنا كده في البطاش الرئيسي عند شركة المية بالظبط.
وكده برجع على مكان ما جيت، شارع الحي في وشي كده. الشارع اللي انا جاه عامله فيه الجوله او جايه منه هيبقى على شمالي، على يميني كده هيبقى شوارع الحي، وبعديها هيبقى شارع الجنينتيفا، وبعد كده هيبقى عين شمس، وفي الاول خالص هيبقى شارع سعد زغلول. وهنطلع بقى كده على اول البطاش الرئيسي، هيبقى مسجد الحديد والصلب كده، شارع الحي في وشي. طبعا صعب التطوير فيه دلوقتي لان هو اصلا زحمه، ودلوقتي احنا في عز الظهر هيبقى زحمه جدا وهيبقى صعب التصوير فيه، بس اللي حابب انه يتفرج على شارع الحي لان من اقدم شوارع العجمي واكتر شارع كده فيه حركه، عامله انا فيه جوله قبل كده، اللي حابب يتفرج على الشارع وبيبقى برضو كل تفاصيله. وفي الجوله دي انا صورتها بصراحه بالعافيه، برضو لما بعمل جوله ولا حاجه بجيب برضو شويه كده منه من الشارع لو لقيته ان هو فاضي، لكن زحمه صعب بصراحه التصوير. كده بقى اللي جاي ده كده يبقى هيبقى شارع هيبقى السيسي كده، يبقى احنا رجعنا مكان ما جينا خالص. بطول بطلع كده على البطاش الرئيسي من البدايه خالص. الهانوفيل لا، تطلعي لاول الشارع وتاخدي اللي رايح كده طريق تاخدي تعدي وخدي من الكميه وتطلعي على اول الشارع، من اول الشارع تاخدي كميه تاني للبلوكين. لسه كمان الدنيا كده، الامتحانات كده تهدى وعيالنا تخلص كلها امتحانات، هنشوف اسكندريه بقى في الصيف هنا، والشارع البطاش ده بالذات عامل ازاي. هو لسه كده طبعا على اساس ان لسه في امتحانات شغاله، لكن شويه كده يعني حوالي اسبوع او اسبوعين تاني كده، اسبوع بالكتير تكون الاعداديه كده خلصت، وهنشوف الشارع عامل ازاي. وطبعا اهلا وسهلا بحبايبنا من المحافظات كلها اللي بتيجي تنورنا هنا في اسكندريه، طبعا بتيجي تنورونا لان ده اللي بيدل على ان اسكندريه بلد جميل، عشان كده انتوا بتيجوا عندنا، فاهلا وسهلا بيكم. تقضوا ان شاء الله كده صيف جميل وسعيد عليكم. الشارع اللي جاي ده كده على شمالي هيبقى الاندلس والحجاز، ايوه الاندلس والحجاز. عامله فيه جوله برضو قبل كده، حابب اتفرج عليها. وبعديها هيبقى الطيار، ان شاء الله كده احاول اعمل لكم جوله في شارع شهر العسل قبل طبعا زحمة المصيف. الشارع اللي جاي كده هيبقى شارع الطيار على شمالي، لكن على يميني هيبقى شارع عين شمس، شارع برضو عامل زي شارع الحي كده كله حركة، الناس فيه كتير قوي ما شاء الله، يعني المحلات كلها تحسها موجوده في الشارع ده. برضو اللي حابب يتفرج عليه هو الشارع اللي جاي ده هناك من ناحيه اليمين، اللي حابب برضو يتفرج عليه عامله فيه جوله برضو قبل كده بتفاصيله كلها، كانت من الجولات الجميله يعني. يا ريت بقى اللي بيعجبه فيديوهاتنا
وبيعجبه جولاتنا اصلا يعمل لها لايك وشير. وطبعا اللي لسه مش مشترك ومش منضم للاسره ينضم لنا. نسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.